تتميز منطقة قصر الحكم بمعالمها التاريخية القديمة والتي لها أثر بالغ في تاريخ قادة المملكة على مر العصور. اعتدت تلك المنطقة خلال أيام العيد على إبراز الكثير من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالموروث السعودي، خاصة لأهل نجد. لتفاصيل أكثر يلتحق بنا من هناك مراسلنا حمد بن حسين. حمد، أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير. يعني بداية، كيف تكتسب احتفالات العيد أهميتها من المكان الذي تقام فيه كقصر الحكم؟ حقيقة وأنا هنا أسترجع الذكريات حيث كنت في العام الماضي في مثل هذا اليوم تقريبا، كثافة عالية في الدخول هنا، ازدحام في السيارات، المواقف التي هنا أيضا مزدحمة، فعاليات مختلفة، العرض السعودية والفكريات المختلفة من أنحاء المملكة. حقيقة أسترجع هذه الذكريات. الآن يقام هنا مشروع إعادة تأهيل المنطقة بشكل عام. أمانة منطقة الرياض رغم هذه الظروف التي ضرت العالم جميعا وتأثر الجميع بها، لم تتوقف عن فعالياتها، بل نظمت عدة فعاليات عن بعد، لعل منها أمسيات شعرية تعرض على مدى 3 أيام عبر حساب أمانة منطقة الرياض في تويتر. هذه الأمسية شملت عدة شعراء، أمس كان الشاعر محمد السكران، واليوم إن شاء الله بيكون فهد الشهراني. ستكون هذه الأمسية من 9 مساء حتى 10 مساء، وأيضا غدا بإذن الله سيكون الشاعر سعيد بن مانع من 9 مساء حتى 10. أيضا هناك فعاليات مختلفة عن بعد وعبر حساب الأمانة في تويتر، منها مسابقة أفضل صورة وفيديو. هذه المسابقة هي على مدى 3 أيام، طبعا المشاركات لابد أن يراعى فيها اتباع الإجراءات الاحترازية. تستقبل المشاركات واستقبلت من صبيحة أول يوم في العيد يوم أمس، وتستمر حتى الساعة 10 مساء من 3 أيام العيد. الكوبون الأول بالتحديد سيكون 6000 ريال للفائز، وأيضا الثاني 4000، والثالث 2000 ريال. يتم التصويت على هذه المشاركات عبر تويتر. هناك أيضا فعاليات مختلفة، لعل منها إطلاق البالونات في 5 مساء. هناك أيضا عيديات تقوم بها أمانة منطقة الرياض على بعض المنازل، وهناك أيضا عيديات أمانة منطقة الرياض على لرجال الأمن، وأيضا في الميدان والمحاجر الصحية الفندقية والجمعيات الخيرية. طيب. وإضافة إلى منازل العديد من السكان. هنا أيضا فعاليات مختلفة في مدينة الرياض ومنطقة الرياض بشكل عام، أيضا في المستشفيات تتم معايدة الجميع، لعلنا نستشعر العيد بشكل عام، وجميع السكان لعلهم يعني سعدوا بهذا العيد بالتجمع. نعم. العائلي، والعيد إن شاء الله بإذن الله بصحة وسلامة للجميع. وزارة الصحة نظمت فعالياتها تحت شعار يكتمل عيدنا بصحتك وبسلامتك. شكرا جزيلا لك حمد بن حسين من الرياض، أشكرك.